ما تكون رئيسي إلا تكون رئيسي كان ما تعمق تحيد تونس على التجاذبات الإقليمية الدولية بصفة عامة، وتحافظ الخط الحياد متاع بلادنا، وتسعى وتعمل بكل جدية بكل قوة على جذب وتقوية الاقتصاد متاع البلاد وتشبيك العلاقات الدولية لبلادنا مع الكتل الاقتصادية الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وما تكون رئيسي زادة إلا نحاول نخرج تونس من تحت عباءات بعض القوى التاريخية اللي مهيمنة علينا إلى حد الآن، وربما من غير ما نقول تعرفوها. نحاول أنه تعدد العلاقات بلادنا الشرق وغرب وأمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها، واللي نحن صديقنا هو اللي يجلب لنا منفعة وما يدخلش في شؤوننا الداخلية. أكثر من هذا باش تكون رئيسي لازم تضمن الحرية، هذا المطلب العظيم، المطلب اللي حقق بعد الثورة، ما تدخلش فيه وما وترتقي فوق التجاذبات وتكون رئيس كل التونسيين، ما تهبطش إلى مستوى أنك تنحاز لحزبك ولا عائلتك ولا جيتك ولا كذا، أنك باش تبني وطن للجميع، وتكون تضمن كذلك الأمن للبلاد، ويكون هذا الأمن هذا معطى قوي ياسر ومعطى، وتخلي تشرك المواطن وتشرك المجتمع المدني وتشرك القوى الحية في البلاد باش تبني البلاد على مستوى أمني وعلى مستوى اقتصادي وعلى مستوى ثقافي وعلى مستوى يعني كل شيء. ثم أكثر من هذا المطلب الآخر، يعني المطلب باش يكون رئيسي كذلك، أنك ما تتصادمش مع الهوية العربية الإسلامية وما تنحازش إلى أقليات إلى حد الآن ما زالت معشة في البلاد وما زالت تحب تفرض منطق الأقلية على الأغلبية. نحن مجتمع عربي مسلم هويتنا، نخلي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا ما حبيت نقول، وربي إن شاء الله يبقى.